إذن انطلقت محاكمة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قضية حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، حيث سيتم اليوم أو تم اليوم اختيار هيئة المحلفين. وتأتي هذه المحاكمة التي تعتبر الأولى لابن رئيس أمريكي في السلطة في وقت لا يزال يتردد فيه صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرت 6 أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك. ويتهم مدعون فيدراليون هانتر بايدن بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018 حينها إدمانه على المخدرات ولا سيما الكوكايين، وهو ما عاد واعترف به لاحقا. ولمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف معي هنا في الاستوديو الخبيرة الديمقراطية إيفيت ألكسندر. أهلا بك سيدة ألكسندر. وأيضا من واشنطن الباحث السياسي داستن أولسن. أهلا بك أيضا داستن أولسن. سأبدأ معك إيفيت ألكسندر، هل تعتقدين أن ما عانته عائلة بايدن من مأساة؟ هانتر بايدن فقد أمه وشقيقته منذ سنوات طويلة، وفقد أخيه قبل سنوات أيضا. ربما حمل هذه المأساة حملته إلى تعاطي المخدرات، أنا لا أدافع عنه، لكن أتعتقدين أن وضعية هانتر بايدن قد تساعده على التخفيف من الحكم الذي سيصدر بحقه؟ الأسباب التي قد تجعل هانتر بايدن يدمن قد يكون هذا بسبب المآسي العديدة في عائلته، وأرى أنه يجب أن يكون هناك تأهيل للإدمان من المخدرات في أوضاع كهذه. لكن في الحالة التي نتحدث عنها عندما تسأل عن هل تستخدم المخدرات وتقول لا قبل شراء السلاح، هنا المشكلة. لذلك بالنسبة لاستخدام المخدرات، هذا يمكن التعاطي معه بشكل مختلف وبشكل يبتعد قليلا عن الجزاء الجنائي، لكن بالنسبة للأفعال الأخرى خصوصا حيازة السلاح وتعبئة معلومات خاطئة، هذا يجب التناول معهم بشكل مختلف. هذه نقطة مهمة. في الواقع مشكلة حيازة السلاح هي ليست مشكلة في الولايات المتحدة، إنما ما زاد من خطورتها هو تعاطيه المخدرات. أتحول إليك داستن أولسن، ما الذي تفسره ولماذا حتى هذه اللحظة جو بايدن يقف إلى جانب ابنه هانتر ويدافع عنه رغم كل الانتقادات وطبعا رغم هذه المحاكمة؟ ما رأيك؟ أعتقد أن أي أب سيفعل ذلك ويقف إلى جانب ابنه. أقول إن أي أب سيقف إلى جانب ابنه في محن كهذه، وسيكون الأمر مستغربا إذا لم يحصل هذا الأمر. بطبيعة الحال هذه القضية التي يواجهها هانتر بايدن متابعة من قبل الأمريكيين، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة في صفوف الجمهوريين بالمقارنة مع الديمقراطيين.
الأمريكيين. هناك من يتعاطف مع المدمنين، وكذلك هناك وجهات نظر أخرى في صفوف المدافعين عن التعديل الدستوري الثاني. وأعتقد أنه هناك الكثير من الآراء بهذا الشأن، وأعتقد أن هذا الأمر لن يفيد بالضرورة جو بايدن في حملته الانتخابية، لكنه مع ذلك يقول إن العديد من الأمريكيين مروا بتجارب إدمان وتعافوا. ولا ننسى أن هناك ذلك الاتفاق المخفف ما بين هانتر بايدن والادعاء العام، وكان هناك تساؤل حول سبب التوصل إلى اتفاق، وكان هانتر يريد كذلك أن يتوصل إلى اتفاق ولم يتم التجاوب معه في الوقت نفسه، والناس كانوا يتساءلون أن القانون لا يطبق بشكل كامل، وكان هناك بعض المزاعم حول علاقة هانتر بالصين وأوكرانيا وغير ذلك. طبعا هذه كلها لم تأتي على ذكر المحكمة أو المحكمة أو الادعاء العام لم يثرها مع هانتر بايدن. ما هو تأثير محاكمة هانتر بايدن على المسار الانتخابي لجو بايدن من الآن وحتى نوفمبر؟ إيفيت، أرى أن الأثر لهذه المحاكمة يمكن تفسيره كالتالي: الناس قد يقولون إن هانتر بايدن هو ابن الرئيس، ولكن عندما يفصلون بين الشخصين لا يرون تأثيرا كبيرا، لأن جو بايدن بطبيعة الحال كان معنيا بتلك المدفوعات التي حصل عليها هانتر بايدن من دول خارجية. لكن بالنسبة للوضع العام، لا أعتقد أن هذه المحاكمة ستؤثر على حملة بايدن. الناس يعرفون هذه العلاقات الأبوية بين أب وابنه، لأنه إذا وقع ابن في محنة، من قد يساعده ويتعاطف معه غير أبويه؟ ولذلك أرى أن هذه المحاكمة لن يكون لها أي أثر على حملته، ولا حتى يمكنها. سؤالي إلى داستن أولسن: هل يمكن لهذه المحاكمة أن تشكل إحراجا لجو بايدن من الآن وحتى نوفمبر؟ من الممكن أن تحرجه، لأننا لا نعرف ما تخبئه هذه المحاكمة، وقد يحدث هذا. هناك آراء متباينة. الجمهوريون يعتبرون أن القضاء يستخدم كسلاح لتدمير ترامب، والآن عندما ننظر إلى هذه المحاكمة، أنا أختلف مع السيدة ألكسندر، لأن هناك العديد من الأشياء التي يحقق فيها، هناك العديد من المشكلات التي تورط فيها هانتر. وبطبيعة الحال هناك فقدان لأحد المساكن الفخمة في ديلاوير بالنسبة لهانتر، ويبدو أن الكثير من الأشياء ستنكشف من خلال هذه المحاكمة. نعرف أن هناك العديد من المظاهر للغنى و
والثرى التي عرف بها هانتر، وهناك إحالات لمدفوعات حصل عليها هانتر من الصين ومن أوكرانيا، وبالتالي بالنسبة للجمهوريين هذه مشكلة. هل سيضمن ذلك في المحاكمة؟ لا نعرف، لكن المنطق يفيد بأن هؤلاء انتفعوا ماليا من تلك المناصب. إيفات، دلاوير هي ولاية معروفة بميولها تجاه الحزب الديمقراطي. اختيار اليوم هيئة المحلفين، هل يمكن أن يؤشر بأن نهاية القرار الذي يمكن أن يتوصلوا إليه سيكون لمصلحة هانتر بايدن؟ في هذه الحالة التي تجرى في موطن ومسقط رأس هانتر بايدن، أعتقد أنه سيكون هناك تعاطف مع الحزب الديمقراطي، فهذه مدينته وولايته، ولذلك لا أرى أن هانتر سيجد حرجا، لأن الأسرة عاشت هناك وذلك لعقود، وبالتالي هذه ميزة لهانتر بايدن أن تجري المحاكمة في ديلاوير بالتأكيد. ولذلك لا أرى أنه قد يكون هناك عقوبة سجنية، ولكن أي حكم سيكون غير السجن حتى إذا أقر بالذنب. كثيرون يستبعدون أن يواجه هانتر بايدن عقوبة السجن، لكن سؤالي لك داستن أولسون، يتوقع أن تستمر محاكمة هانتر بايدن إلى منتصف شهر يوليو، وطبعا كلنا يعلم بأنه موعد صدور حكم دونالد ترامب في يوليو سيكون أيضا في منتصف الشهر. ماذا لو خرج هانتر بايدن بريئا، وطبعا عوقب دونالد ترامب بالسجن على سبيل المثال، كيف سيبدو المشهد بالنسبة إلى الأمريكيين برأيك؟ كان هناك استطلاعات رأي، وفي الاستطلاع الذي أجريناه وجدنا أن الأمريكيين يعتقدون أن هناك ازدواجية في المعايير في ممارسة القضاء، ولا يهم من أي منطقة أنت ومن أي فئة، لكن العينة العشوائية أظهرت أن هناك ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بممارسة القضاء، لأنه على سبيل المثال عندما ننظر إلى القاضي الذي أصدر العديد من التصريحات بشأن ترامب ميرشن، الكثيرون نظروا أنه ليس مستحقا للممارسة القضائية. بطبيعة الحال هناك هيئة المحلفين في ديلاوير، وهناك كذلك قاضي كان ناهضا لترامب ومؤسساته، وكذلك هناك العديد من الملاحظات والمؤاخذات. لذلك الكثيرون يعتقدون أنه لن تسير الأمور بشكل خفيف، وإنما قد تحدث أشياء توتر العلاقات بين الديمقراطيين والجمهوريين أكثر. أنا دائما أقول للناس عندما يقولون إن هذه الأشياء التي حدثت لم يسبق لها أن وقعت، أقول لهم انتظروا. ولا أرى أن أشياء مفاجئة قد تحدث في الوقت الحالي، علينا أن نعتقد أن معظم الدعايات التي تروج هي تعكس هذا التوتر. السؤال الأخير إلى إيفات ألكسندر باختصار من فضلك،
دونالد ترامب استفاد من محاكمته وجمع نحو 34 مليون دولار في أقل من 24 ساعة. هل يمكن لجو بايدن أن يستفيد ماليا من محاكمة ابنه؟ باختصار من فضلك. نحن نتعامل مع محاكمتين مختلفتين، أولا ابن الرئيس الحالي، وفي الجانب الآخر نتعامل مع محاكمة لرئيس سابق. لذلك على مستوى الانتباه وكذلك نشر الوعي والتثقيف، أعتقد أن دونالد ترامب حظي بانتباه أكبر خلال مجريات محاكمته. بالنسبة لبايدن قد يحظى بأصوات أكثر بعد محاكمة ابنه، لكن على مستوى الأموال دونالد ترامب هو المرجح أن يحظى بأموال أكثر، لذلك أصوات مقابل أموال. صارت المحاكمات تأتي بالأموال وبالأصوات. إلى هنا أود أن أشكر إيفيت ألكسندر وأيضا داستن أولسون. شكرا لمتابعتكم.